projet intitulé La valorisation du tourisme événementiel aux provinces de Tizit est une stratégie basée sur des formations, basée sur la trouinette, pour répondre aux besoins des jeunes travaillant dans le secteur du tourisme événementiel. À titre d'exemple, par les festivals, par les mosquées, par les mosquées, les événementiels, pour résoudre le problème d'un non-professionnalisme, لما كايناش عندنا يعني في الاحتراف اللي خاص هاد لا جينيراسيون اللي جايه قدام باش يكون عندها دون لو سيكتور دو توريزم ايفيمونسيل يعني في نطاق ديال السياحه سياحه التظاهرات افان دو فالوريزي اوسي لو دومين باغ لا ميز اون بلاس دان كادر انستيتيسيونيل بروفانسيال دو لو توريزم ايفيمونسيل. المشروعات اللي قال لي اشكال ديال اطار البحر الابيض المتوسط من ضفة الى اخرى للتمويل المنظم من فرنسا لا فونداسيون دو فرونس ثم ميغراسيون ديفلوبمون. المشروعات اللي يستمر 15 شهر يعني قيس العدد من التكوينات حمس جميع التخصصات قيستي فرخين قيستي مس الدراري على اساس ادوري زري العمر من 18 الى 30 عام قيس العدد من الشركات تنونتو اللي حيك على فونداسيون دو فرونس اللي دعم ميغراسيون ديفلوبمون اللي كان حامل اللي المداد اسوسياسيون امود اللي كان حامل المشروع المجلس الاقليمي الجامعه عند زنيد المجلس الاقليمي للتنميه السياحيه المنظمه نسلو فود. حنا كنتواجدوا دابا في اليوم اللقاء الافتتاحي وانطلاقه لمشروع التي تنفذه جامعه امود للنماء مشروع تتمين سياحه التظاهرات والفعاليات الممول من طرف منظمه الهجره والتنميه ومؤسسه فرنسا. هذا يدخل في إطار برنامج البحر الأبيض المتوسط من ضفة إلى أخرى، وهذا البرنامج مول لحد الآن 36 مشروع، وكان نصيب ديال إقليم تيزني 10 مشاريع. وهذه المنطقة ولا هذه اللقاءات اللي تكون قيمة مضافة لهذا الفضاء وهذا النشاطات اللي تتكون على مستوى التأثير السياحي الإيجابي على منطقتنا ما أحوجنا إلى مجموعة من المؤهلات اللي كاينة المول الثقافي المادي والغير المادي بالإضافة للموروث الطبيعي والتنوع الجغرافي للمنطقة ديالنا ونتمنوا أنه الشباب يحملوا المشعل باش يعطيو نيت بالفعل واحد الصورة أخرى. دابا كاين التكنولوجيات الحديثة عطاتنا إمكانية باش نطوروا هذا المجال إذا ولم لا؟ يمكنني كمجلس إقليمي للتنمية السياحية غصد ارنسي مغور المبادره يا درسنا كاين زعما التحيه يكون علاش اشكو وران تفكر فعلا حماس المجالات اللي قال المجال اللي سي خصها كيس نسوق تيميزر نح خاصه حماس عمتيني التسويق الترابي ولكن في نفس الوقت المؤهلات اللي كيس اللانين السياحيه حل الناس المنطقه حل بحر نس حيدر نس وزغار نس كل الخيره الموروث الثقافي خاصه المادي والغير المادي. اذا كل اللي مرادد اللي تسكرن الا كيس الهدف هو الدفع تقريبا يعني 50 ولا 32 ممكن اديلين ويا ماشي غير الدوره يا دليل ولكن اديلين ويا باش الدرني حيلي يعني مجموعه من الشباب المتخصص حماس المجال سواء نحن المجال الاعلامي يعني المجال الديجيتال اللي سنتيني نحد المجالات يظني هذا البرنامج هذا حنا نهني الجمعيه على اختياري لما له من اهميه ولتفرده. نقول تفرده لان سياحه التظاهرات والفعاليات يعني قليلا ما يذكر هذا الرتم هذا ولا هذا الموضوع هذا والتثمين ديالو ومحاولة تكوين نخبة من الشباب في هذا المجال هذا. كما كتعرفوا المجلس الإقليمي هو في إطار برنامج عمل تنمية الإقليم دائما ما كيدعم تكوينات الشباب في إطار تأهيلهم ولولوج سوق التشغيل. كما كتعرفوا المدينه ولا الاقليم تيزنيت بصفه عامه كي في مجتمع مدني جد حيوي اللي هو مفخره الاقليم اللي ممكن يخلق واحد مناخ
هاد الشباب هادو بعد نهاية الدورة التكوينية يلقاو راسهم في هاد التظاهرات اللي كتنظم على مستوى الإقليم والمهرجانات، ولما لا يشاركوا في التنظيم ديالها كل واحد على حسب التخصص اللي اختار في هاد التكوين. نشكر جمعيات أمول دينما بيسي للبنوار على الدعوة الكريمة لحضور انطلاق وافتتاح مشروعها الطموح الذي يسعى إلى غاية مهمة، ألا وهي تتميم سياحة التظاهرات والفعاليات السياحية في إقليم تيزنيت. مشروع له أهمية بمكان، أهمية بالغة وراهنية كبيرة، على اعتبار كون إقليم تيزنيت مركز وجماعات مجاورة يعرف تظاهرات ومهرجانات دائمة ثقافية، مهرجانات ثقافية، مهرجانات اقتصادية واجتماعية مهمة تساهم في التنشيط الثقافي والاقتصادي التي تجعل من إقليم تيزنيت عامة أحد أقطاب المستقطبة للتطورات الثقافية المهمة بالجهة. نحن كمجلس جماعي حضرنا هذا الافتتاح هذا ونتمين بقوة، خاصة أن برنامج الجماعة ل 2023 في 28 في واحد الفولي مهم للاقتصاد السياحي والاستثمار اللي كيجي اون باراليل مع هدف هذا المشروع اللي كتبناه جمعية أمول دينما، وما لنا إلا أن نشد على أيدي أعضاء هذه الجمعية ونتمين ما يقومون به. أنا نستنتجو واحد تعريف مبسط كنديروه في اي وقيته، كنديرو في اي زمن وفي اي مكان من شخص الى اخر. اذا اول حاجه من المكونات ديال العمليه ديال التواصل كاين من شخص الى اخر. اذا واش الانسان يمكن يدير تواصل بوحده؟ لا يمكن. اذا اول مكون ديال التواصل سيكونوا طرفين او اكثر. الدوره التكوينيه اللي كان في الموضوع عن آلية التواصل، الحمد لله الورشة نغصة تزري على أحسن ما يرام في ظروف اللي هي حسنة، اللي نقيس الشباب في مقتبل العمر طلبة ميد اللي خدمني احنا الميدان، يعني أن يتتلن الشباب يتتلن الفئة اللي استفدنا بزاف حماس الموضوعات نسول في التواصل، ما كان التواصل، ما كان الآلية التواصل، خصوصا التواصل غوغنس الجمعيات، يعني اي حاجه تهم الشباب الفاعلين الجمعويين افاد تزايد نحمس التواصل اثر بدا اللي سكن التواصل، ولكن باش اي التواصل اللي كان فعال يقاوى لابد سنت التقنيات الاليات